تضارب الأنباء حول سماح مجلسه مع بطل المحلي للأهالي بالاحتفال بعيد النوروز. قصف بالقنابل العنقودية على معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. خروج أكثر من 60,000 مقاتل ومدني من الباغوز منذ بدء المعركة الأخيرة. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل حيث تضاربت الأنباء حول نية المجلس المحلي في ناحية معبطل بريف مدينة عفرين إلغاء عيد النوروز الذي يصادف في 21 من هذا الشهر. وكان المجلس أصدر بيانا أعلن فيه عن استمرار العمل في المؤسسات الحكومية مع السماح للأهالي بالاحتفال بالعيد دون تجمعات أو إقامة أي فعاليات في المنطقة. فشلت حلب اليوم بالحصول على تصريح من المجلس المحلي لناحية معبطل حول قراره للسماح بالاحتفال من منعه. وللمزيد ينضم إلينا مراسل قناة حلب اليوم أحمد الشمالي من مدينة معبطل. أهلا بك أحمد. بداية، هل تبين فيما إذا كان المجلس المحلي في معبطل سيسمح بالاحتفال بعيد النوروز أم لا؟ نعم، بالفعل المجلس المحلي في مدينة المعبطلة سيسمح للأهالي باحتفال بعيد النوروز. السماح أتى بعد قرار صدر عن المجالس المحلية السبع في مدينة عفرين بالسماح للأهالي بالاحتفال بهذا العيد، ولكن أن لا يكون هناك تجمعات. من يرغب بالاحتفال يذهب إلى حضانة الطبيعة كما وصف البيان ويحتفل، إضافة إلى أن يوم الخميس الواقع في 21 آذار يعتبر عيد رسمي في جميع نواحي عفرين. المجلس المحلي في ناحية المعبطلة كان سابقا. هل سيكون هذا اليوم عطلة رسمية بالنسبة لمدينة معبطلة على الأقل؟ حقيقة قرار المجالس المحلية الموحدة نهى الجدل بخصوص هذا الموضوع. سيكون هناك عطلة رسمية وسيسمح للأهالي بالاحتفال. اليوم كان في مدينة عفرين استنفار أمني شديد بهذا الخصوص من المناسبة للأهالي للاحتفال، ولكن دعوات المجالس المحلية كانت لألا يكون هناك تجمعات. الاحتفال يعني عبارة عن مشاعل شموع صغيرة تحسبا لعمليات تفجير انتقامية تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردي بهذه المناسبة. يعني لا يوجد عطلة إذن أحمد؟ عفوا، يعني لا يوجد عطلة بالنسبة لهذا اليوم بالنسبة لمدينة معبطلي؟ لا، هناك عطلة بحسب القرار الموحد الذي صدر من المجلس. في البيان السابق المجلس المحلي قال ليس هناك عطلة، ولكن جاء قرار المجالس المحلية الموحدة وباختامها السبعة بأن العطلة رسمية في جميع نواحي مدينة عفرين سواء منها معبطلة أو النواحي الأخرى. طيب، ما هو رأي الأهالي حول التأخر في اتخاذ هذا القرار؟ حقيقة يعني آراء الأهالي يعني تفاوت. هناك من كان ينتظر يعني ما السبب الداعي لمنع إقامة الاحتفال، ولكن المجلس المحلي لم يصدر أي سبب يوضح. بعض الأهالي كان سيحتفل بدون الرجوع لقرار المجلس المحلي بغض النظر عن العطلة الرسمية سواء من كان يلتحقون بالوظائف أو غيرها. هناك رغبة لدى الأهالي في الاحتفال بهذا اليوم. كلنا نعرف أهمية هذا اليوم بالنسبة لأهالي مدينة عفرين. أشكرك جزيل الشكر مراسل قناة حلب اليوم الفضائية أحمد الشمالي، كنت معنا من مدينة معبطلية. افتتح الجيش الوطني السوري معبر أبو الزندين الواصل بين مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق شمال وشرق حلب الخاضعة لسيطرة الجيش. أوضح الرائد يوسف حمود الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في تصريح خاص لقناة حلب اليوم أنه قد تقرر فتح المعبر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام. وأضاف حمود أن الآليات كانت تتجه نحو مدينة منبج شرق حلب ثم إلى مناطق النظام، وبذلك تستفاد وحدات حماية الشعب الكردية من فوائد إضافية من الضرائب التي
تفرضها على الآليات وتعيق حركة المدنيين المتنقلين بين المنطقتين وترهق الحركة التجارية على حد وصف حمود. أفاد مراسل قناة حلب اليوم بإصابة عدد من المدنيين في مدينة معارة النعمان جراء قصف بالصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية من مواقع قوات النظام في سنجار. وأفاد مراسلنا بتعرض مدينة خاشيخون لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، كما قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والهون قرية الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والتوينة وأطراف قرية الشريعة في سهل الغاب غرب مدينة حماة. واستهدف القصف أيضا محيط اللطمنة وموريك. تجدد قصف النظام على المنطقة منزوعة السلاح يأتي بعد قيام القوات التركية بتسيير الدورية الثالثة في ريف حماة وإدلب. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل قناة حلب اليوم إبراهيم سويد. أهلا بك إبراهيم، كيف بدت الأوضاع الميدانية اليوم في ريف حماة وإدلب؟ نعم، أهلا بك عمار. يعني ما أن انتهت عمار الدوريات، تسيير الدوريات التركية الثالثة في مناطق منزوعة السلاح في الشمال السوري، حتى عوض النظام لخروقاته من جديد وقصف مواقع للأحياء السكنية في القرى والبلدات. اليوم مدينة معارة النعمان تقريبا يعني صباحا تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات نظام الأسد، أكثر من صاروخين سقطت على هذه المدينة، صواريخ تحمل قنابل عنقودية انتشرت داخل الأحياء السكنية الشمالية في مدينة معارة النعمان، تسببت بوقوع في صفوف المدنيين نتيجة انتشار عدد كبير جدا من القنابل العنقودية في الأحياء السكنية. مدينة خان شيخون تعرضت اليوم صباحا نعم جدد هذا القصف الصاروخي على مدينة خان شيخون. نعم عمار، هل تسمعني؟ نعم، كان هنالك تقطع في الصوت قليلا. على كل أحوال، هل هنالك رد من الفصائل على خروقات النظام؟ نعم عمار، بالنسبة لرد من الفصائل السورية، كان هناك ردا في منطقة المشاريع في سهل الغاب، استهدفت الثوار بصاروخ مضاد للدروع أحد مجموعات قوات النظام في المشاريع في سهل الغاب. طبعا بحسب المصادر العسكريه هناك، هذه المجموعه يعني الطوار افردتها بين قتيل وجريح نتيجه استهداف، يعني استهداف تجمع لهم في طبعا جبهه المشاريع في سهل الغاب. كان هذا طبعا الرد الوحيد عمار منذ يومين وحتى الان من قبل فصائل الثوار. ما تزال يعني الحمله العسكريه من قبل قوات نظام الاسد مستمره على منطقه قصف مدفعي وصاروخي، وخصوصا مناطق عمار سهل الغاب، في سهل الغاب طبعا في الريف الغربي لحماه، اكثر من حوالي 10 قرى وبلدات تتعرض بشكل مكثف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات نظام الاسد، الحويز وعده قرى بالقرب من قلعه المضيق جميعها تتعرض لقصف مدفعي بالرشاشات الثقيله عمار. كيف ينظر الاهالي لتسيير الدوريات التركيه هناك؟ نعم عمار، بالنسبه لتسيير الدوريات التركيه، كان الاهالي عمار هنا الحديث كان بين الأهالي يتوقعون ربما بعد تسيير هذه الدوريات التركية ربما تخفيف وتيرة القصف وعودة آلاف وبل مئات آلاف النازحين إلى القرى والبلدات، لكن عمار على الأرض العكس تماما. ما أن تخرج هذه الدوريات التركية من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة بشكل عام، حتى تعود قوات النظام تقصف نفس القرى التي مرت فيها الدوريات التركية، وكما حدث اليوم والأمس عمار في سهل الغاب، في سهل الغاب بين نقطتي شير مغار تحديدا وبين نقطة جسر الشغور، جميع القرى التي مر فيها الركن التركي عمار اليوم تعرضت صباحا لقصف مدفعي وصاروخي مكثف قبل قوات نظام الأسد، على عكس طبعا عمار عمل الدوريات التركية. ما أن تنتهي هذه الدوريات التركية حتى يعود قصف قوات النظام لهذه المناطق، هناك غضب من قبل الأهالي نتيجة عدم ضبط مناطق منزوعة السلاح. كانت هناك وعودات من قبل نقاط المراقبة التركية بتخفيف وتيرة القصف والتصعيد على هذه المناطق، لكن عمار حتى هذه اللحظة لا تزال الحملة العسكرية حملة القصف مستمرة على هذه المناطق. شكرا جزيلا لك من ريف إدلب مراسل قناة حلب اليوم إبراهيم سويدة. دورية جديدة هي الثالثة من نوعها للقوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح بريف حماة وإدلب. الدورية دخلت من الشريط الحدودي قرب جسر الشغور واستقرت بنقطة المراقبة في شيرمغار بريف حماة الغربي.
هلا كون تركيا نزلت الدوريات التركيه فهذا خطوه كويسه ومنيحه، بس ولكن الدوريات بعد ما بتطلع من المناطق اللي بتمرنا الدوريات التركيه النظام عم يضرب فيها، بصير في ضرب. فنحن بنطالب الدوله التركيه بوجود مخافر نقاط تركيه ضمن المناطق هاي اللي فيها ضرب، وان شاء الله الامور كويسه وان شاء الله الشيء للاحسن. تصاعدت مطالب المدنيين بضروره تسيير دوريات عسكريه في المنطقه، لا سيما بعد خرق اتفاق سوتشي مؤخرا، بالإضافة لخوفهم من التصعيد العسكري الجديد لقوات النظام والميليشيات المساندة لها على الشمال السوري. بالنسبة للدوريات التركية خطوة جيدة، ونحن منعزز هالخطوة وخطوة ممتازة إن شاء الله لحفاظ الأمن والسلام. بس في موضوع يعني حبينا ننوه عليه، أنه بعد ما تمر هالدوريات التركية بيصير قصف علينا، بتمنى أنه نضع حد لهالشيء هذا، ونحن منرحب ومن أهل ومنسهل بالنقاط التركية وبالمراقبة التركية والدوريات كاملة. 12 نقطة مراقبة للقوات التركية في عموم منطقة إدلب، بدءا من محيط بلدة أطمة وصولا إلى جسر الشغور، لكنها لم تكن راضيا حقيقيا للنظام والروس عن وقف التصعيد العسكري على المنطقة. دخلت الدورية اليوم من جسر الشغور إلى شير مغار، نأمل أنه تبقى الدوريات شغالة، لأنه النظام مجرم، وهذا النظام من بتغادر الدورية مباشرة بيستهدف المنطقة كانت فيها الدورية، فالمدنيين يشعرون بالأمان بوجود الدورية، فنأمل من الله أن تستمر هذه الدوريات وأن يقف النظام عند حده. احتفاء وترحيب كبيران بالدوريات التي سيرتها القوات التركية في المنطقة، لا سيما أنها باتت السبيل الوحيد لوقف التصعيد. استمر النظام بخرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، ويستهدف ريف حلب الجنوبي بقصف مكثف تسبب بموجة تهجير جديدة. عودا على بدء، ينزح أهالي قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي بعد أن أضحت منازلهم هدفا لمدفعية قوات النظام، ليستمر مسلسل التهجير بعد القصف المتكرر على المنطقة التي باتت خاوية على عروشها. القرى اليوم تتعرض إلى قصف عنيف، ولا زال القصف الآن مستمر، يعني الصوت ينسمع المناطق بعيدة من منطقة منزوعة السلاح. القصف عنيف وبصواريخ شديدة الانفجار، منها صواريخ عنقودي ومنها صواريخ الفيل نزلت على المدنيين، مما أدى إلى نزوح كافة المدنيين الموجودين بالمنطقة. هدوء نسبي شهدته المنطقة بعد انتشار نقاط المراقبة التركية، مع استمرار خروقات النظام وقصفه للقرى قبل أن يبدأ حملة التصعيد الأخيرة التي استخدم خلالها كافة أنواع القصف المدفعي والصاروخي في استهداف المدنيين ومنازلهم. على أساس منطقة خفض التصعيد وبعد نزوح 3 سنين رجعنا على جزراية، هل 3-4 أشهر تكلفت العالم وزراعة ورجعت على أساس منطقة آمنة والقصف مستمر، وطلعت المدنية رجعت نزحت من جدة وجديد. خفض التصعيد ما في موجود من هالأساس هذا. بدعم من روسيا وإيران هجر النظام معظم سكان ريف حلب الجنوبي قبل 3 أعوام، ليعيد تهجيرهم مرة أخرى بعد اتفاق ظن البعض أنه سيعيد لهم بعضا من الأمن. القصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف هذه المنازل من قبل قوات النظام المتمركزة في الجهة المقابلة تسبب بتهجير آلاف المدنيين من عدة قرى في ريف حلب الجنوبي ضمن المنطقة المنزوعة السلاح التي اتفق عليها بين روسيا وتركيا. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريف حلب. شاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. خروج عشرات الآلاف من الباغوز.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. استأنفت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي قصفهما لمواقع تنظيم الدولة في بلدة الباغوز شرقية دير الزور لتتمكن إثر ذلك من تضييق الخناق على التنظيم بعد تحقيق تقدم على الأرض. صندوق العجب ما يزال يكشف مفاجآت لا تكاد تنتهي. الجيب الصغير الأخير لتنظيم الدولة في بلدة الباغوز، 5000 عنصر لتنظيم الدولة استسلموا لقسد والتحالف الدولي في الباغوز برفقة أسرهم ومدنيين. قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرائيل إن مجموعهم يربو على 60,000 شخص منذ بدء المرحلة الأولى من المعارك بداية العام الجاري. خسائر في صفوف الطرفين وقعت خلال الحملة فاقت 1300 قتيل والكثير من الجرحى في صفوف تنظيم الدولة، عدا عن 520 أسير منهم لدى قسد التي أضاف المتحدث باسمها أن 82 مقاتلا منهم سقط بين قتيل وجريح. بعد تهدئة دامت ليوم كامل استأنفت طائرات التحالف ومدفعية قسد قصفها على مخيم الباغوز واستهدفت مواقع التنظيم بعشرات القذائف. قوات سوريا الديمقراطية ضيقت الخناق على ما تبقى من التنظيم في الباغوز وأعلنت تقدمها في عدة مواقع وتفجير مستودع ذخيرة للتنظيم، كما أعلنت وكالة هاوار التابعة للإدارة الذاتية دخول مقاتلي قسد إلى مخيم الباغوز من الجهة الشمالية بعد سلسلة ضربات جوية من طيران التحالف وسط استمرار للمعارك. وللمزيد ينضم إلينا من الحدود السورية العراقية الأستاذ صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست. أهلا بك أستاذ صهيب، أصحح طبعا من الحدود السورية التركية. أستاذ صهيب، إلى أي مدى بات الحديث عن قرب انتهاء معركة الباغوز ممكنا؟ نعم، بداية أحييكم أستاذ عمار وأستاذ مشاهدي حلب اليوم. حياك. طبعا الحديث عن نهاية المعركة ما زال مبكرا لعدة معطيات. هنالك استراتيجية معينة يتبعها التنظيم وهي الضغط على قسد خارج مناطق الاشتباكات في بلدة الباغوز. هنالك اشتباكات وهجمات نفذها التنظيم في بلدات في ريف دير الزور الشرقي بعيدة عن منطقة الباغوز، بالإضافة إلى استراتيجية التنظيم في القتال داخل البلدة في مزارع بلدة الباغوز تحديدا. قتل عدد من عناصر تنظيم داعش أثناء الاشتباكات يوم أمس، كان التحالف يحاول الضغط على تنظيم وتقدم وإحراز تقدم في هذه المنطقة، قتل أيضا بينهم قياديين. هناك عدد من النسوة يعني قتلنا أثناء هذه الاشتباكات من النسوة من زوجات مقاتلي تنظيم داعش اللواتي كنا يشاركنا في هذه الاشتباكات. اليوم فجرا أيضا هاجمت مجموعة لتنظيم داعش النقاط التي تقدمت فيها قسد واستطاع المقاتلون استعادة هذه النقاط التي ثبتتها كانت سابقا قسد بدعم من التحالف الدولي وقصف على المنطقة، استعادوا هذه النقاط يعني استخدام استراتيجية جديدة وهي التمويه. مقاتلو تنظيم داعش كانوا يرتدون زي عسكري كزي قسد، وقتل أيضا خلال هذا الاشتباك عدد من عناصر قسد، وأحد العناصر كان من الجنسية الإيطالية من المنتمين لوحدات يبجة، قتل خلال هذه الاشتباكات أيضا. يعني نعم، تفضل. ماذا تعكس الأرقام التي نشرتها قسد ربما؟ هذه الأرقام حقيقة تعكس الكثير من الغموض. يعني الأرقام تحديدا هذه النقطة هي نقطة خطيرة جدا، لربما تكون قسد تحاول التغطية على اتفاق ما تم بينها وبين تنظيم داعش، لذلك نلاحظ يعني التفاوت بين الأرقام وأيضا تناقض في هذه الأرقام. تارة تقول قسد أن من متواجد داخل الباغوز من مقاتلي التنظيم هم أقل من يعني مئات، وتارة أخرى تعلن عن استسلام 5,000 مقاتل من تنظيم داعش. يعني هذا الأمر متناقض جدا،
يبدو بأنهم يريدون التغطية على اتفاق ما تم بينهم وبين داعش سابقا، والقول بأن هذه الأعداد يعني استسلموا والآن متواجدين تماما. يعني نحن أنت خرجت على ذات الشاشة منذ أسبوع وتحدثت ربما عن 300 فقط من المتواجدين، وأصبحت خاصة تتحدث عن آلاف. الآن ما مصير من تبقى من عناصر التنظيم؟ أستاذ عمار، بالنسبة لأعداد المقاتلين تحديدا هنالك شيء ما فيه صحة وشيء آخر متناقض. بالنسبة لتصريحات قسد كانت متناقضة، ولكن الصحيح في المعلومات هو أنه بالفعل مقاتلي وقيادي تنظيم داعش يدخلون ويخرجون إلى المنطقة، وهذا يثير كثير من التساؤلات. هنالك أكثر من 500 مقاتل الآن بحسب الإحصائية الأخيرة بين قوسين المتواجدين في بلدة الباغوس، 100 منهم من الجنسية الأجنبية و400 من مقاتلين إما عراقيين أو جنسيات أو عفوا من المقاتلين المحليين في المنطقة. أيضا نفذ التحالف الدولي عدة غارات واستهدف عدة نقاط بالتزامن مع فتح المنفذ الذي يعني تم بالتوافق بين الطرفين وهو متفق على أن يكون لخروج المدنيين. أيضا قائد القيادة المركزية الذي كنا تحدثنا عن تصريحه سابقا اليوم يتم تطبيق ما قاله حرفيا، مقاتلو التنظيم يريدون تأمين عوائلهم، وهذا ما جنوه من هذه الاتفاقية مع قسد ونفذوه بالفعل. يعني الآن هنالك يوميا عدد كبير من عوائل مقاتلي تنظيم داعش يخرجون بحماية التحالف الدولي من النقطة المخصصة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الأستاذ صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست، كنت معنا من الحدود السورية التركية. لفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة تقرير صحفي حول عزمها إبقاء قرابة 1000 جندي أمريكي في سوريا. وقال مصدر في هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية باتريك رايدر إنه لم يطرأ أي تغير على خطة الانسحاب التي تم الإعلان عنها في شباط، والتي ما زال البنتاغون ينفذها بناء على توصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف المتحدث أن البنتاغون يواصل إجراء نقاش وتخطيط عسكري مفصل مع هيئة الأركان العامة التركية لمعالجة ما أسماه المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود السورية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى نتائج وصفها بالمثمرة، وأن تفاهما في هذا الشأن قد يعلن في الأيام القليلة المقبلة. كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث عن حجم الدمار الحاصل في نحو 16 مدينة وبلدة سورية إثر الأعمال العسكرية التي شنها النظام وحلفائه خلال السنوات الماضية أو الثمانية من الحرب. حلب في المقدمة على قائمة المدن الأكثر دمارا في سوريا. الأسد وحلفائه جعلوا من المدن الثائرة ضد نظام الحكم أثرا بعد عين جراء القصف المكثف عليها بكافة أنواع الأسلحة، وكثير منها محرم دوليا. معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أصدر دراسة مسحية للدمار الحاصل في نحو 16 مدينة وبلدة سورية إثر الأعمال العسكرية التي حدثت خلال 8 سنوات من الثورة. المعهد اعتمد في دراسته على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية لتحديد المباني التي دمرت أو تضررت بشكل قليل. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المباني المدمرة في مدينة حلب وصل إلى نحو 36,000 مبنى في الأحياء الشرقية من المدينة، تلتها الغوطة الشرقية بنحو 35,000 مبنى مدمر، وجاء في المرتبة الثالثة مدينة حمص التي بلغ عدد الأبنية المدمرة فيها بنحو 14,000 بناء، ثم مدينة الرقة بنحو 13,000 بناء، ومن ثم حماة ودير الزور ومخيم اليرموك. 8 سنوات من القصف كانت كفيلة لتدمير معظم المحافظات السورية، لكنها لم تدمر في نفوس من قام بالثورة إصرارهم على الاستمرار، وهم يحتفلون بدخول عامها التاسع. قال مراسل قناة حلب اليوم إن دورية مشتركة من فرعي المخابرات الجوية وأمن الدولة لدى قوات النظام في مدينة حلب اعتقلت أفراد عائلتين بعد يومين على عودتهما من تركيا. وأضاف المراسل أن عناصر الأمن قاموا بتطويق الشارع العريض قرب خزان الماء في حي الصاخور شرقي المدينة،
واعتقلوا جميع أفراد العائلتين البالغ عددهم 9 أشخاص لتقتادهم إلى جهة مجهولة بعد عملية تفتيش للمنزلين وتخريب جميع الأثاث فيهما. تحيي تركيا ذكرى معركة تشناقلعة والتي استطاعت من خلالها الدولة العثمانية الانتصار على دول الحلفاء، وكان العنصر العربي حاضرا وبقوة في هذه المعركة خصوصا من أبناء مدينة حلب. لم تكن معركة تشناقلعة حدثا عابرا في تاريخ الجمهورية التركية، فهي إحدى المعارك الكبرى في الحرب العالمية الأولى وأبرز انتصارات الدولة العثمانية. هدفت معركة تشناقلعة أو الدردنيل إلى غزو اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك من قبل الدول الحلفاء، ومن ثم الدخول إلى الجزء الشمالي الشرقي من الدولة بهدف مساعدة روسيا ضد القوات الألمانية. وضع وزير البحرية البريطانية وينستون تشرشل خطة تقضي باختراق مضيق الدردنيل وصولا إلى اسطنبول للسيطرة عليها وفتح البوسفور، حيث بدأ الهجوم البحري في 30 من تشرين الثاني عام 1914. لكن ذلك الهجوم انتهى بعد أشهر بهزيمة جراء الألغام البحرية المزروعة في المضيق وقصف المدفعية العثمانية. قرر الحلفاء بعد فشلهم في البحر اللجوء إلى الإنزال البري لاحتلال شبه جزيرة غاليبولي المتحكمة بالمضيق، حيث بدأت العمليات البرية في 25 من نيسان عام 1915. حققت القوات العثمانية التي تكونت من جنود أتراك وعرب ومتطوعين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي انتصاراً، وألحقت بالقوات الغازية الهزيمة. وقد كلفت المعركة الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف قتيل. جندت الدولة العثمانية للدفاع عن عاصمتها فرقا من جميع ولاياتها، وكان نصيب ولاية حلب منها فرقتين هما الفرقة 24 و 26، حيث اختلط الدم العربي بالدم التركي خلال المعارك. ومع مرور أكثر من 100 عام على معركة تشناقلعة وفي ذكراها، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب التركي بصفته أحفاد أبطال معركة تشناقلعة لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن استقلاله ومستقبله وحريته. المزيد ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي محمود عثمان. أهلا بك أستاذ محمود على شاشة حلب اليوم. ماذا تعني معركة تشناقلعة بالنسبة للشعب التركي؟ عفوا لم أسمع السؤال، الصوت ضعيف جدا يصلني. نعم أعيد السؤال عليك على الرحب والسعة. سألتك أستاذ محمود عن معنى أو رمزية معركة تشناقلعة بالنسبة للشعب التركي. تشناقلعة هو أسطورة من أحد أهم أساطير التاريخ الذي سطر فيه الشعب العثماني معركة من أهم معارك التاريخ، كان لها الفضل في تغيير مجرى التاريخ في الحرب العالمية الأولى. كان الحلفاء ينوون القضاء على الدولة العثمانية برمتها ومنها واحتلالها احتلالا كاملا كما فعلوا مع بقية أقطارها. كان الهدف من الهجوم من طرف تشناقلعة حصارها من الغرب، واليونان كانوا قد دخلوا أيضا من جهة الغرب، وفرنسا دخلت من جهة الجنوب، والقوات الروسية مع العصابات الأرمنية كانت تهاجم من الشرق. طوقت قوات الحلفاء التركية من جميع أطرافها، وكانت تشناقلعة تعني البقاء أو الفناء بالنسبة للدولة العثمانية. كانت تعني الحياة أو الموت، كانت تعني مسألة البقاء، بقاء الشعب العثماني أو فناءه. والفناء هنا يعني
الرزوخ تحت الاستعمار وضعت العسكر العثماني كل إمكاناتها في من أجل التصدي لهذه المعركة لقوات الحلفاء، وفعلا كتبوا ملحمة تاريخية سطرها التاريخ في أنصع صفحاته الآن. نعم، الآن بعد 104 أعوام برأيك هل تعاني تركيا اليوم من اصطفاف سياسي ضدها؟ نتحدث عن دول غربية طبعا. لا زال الشعب التركي وفي عمق عقله الباطن يعتقد بأن العقلية الصليبية ما زالت تحكم كثيرين من الساسة الغربيين، وما زال لدى الكثير من الدول الغرب لا زالوا يحملون هذه العقلية ولا زالوا يطمعون. وبذلك اليوم الذي يأتي لاستعادة إسطنبول وتحويلها مرة أخرى إلى قسطنطينية واستعادة أمجادهم التليدة سواء من خلال الهجمات أو حصار تركيا اقتصاديا اجتماعيا وحتى سياسيا وعسكريا، وبالتالي يعني أثار معركة جنقلع لم تنتهي. وإلا ماذا يعني إيقاف المذاكرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ ماذا يعني أن تنتظر تركيا 45 عاما على أبواب الاتحاد الأوروبي بينما غيرها من الدول الأخرى يدخل في الاتحاد بلغاريا ورومانيا أقل منها بكثير؟ لا زالت آثار تلك المعركة باعتقادي قائمة حتى الآن. أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عثمان. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. حلب اليوم تواصل مواكبة احتفالات الشعب السوري بالثورة. أهلا بكم من جديد. قال موقع زمان الوصل إن نظام الأسد أعطى مهلة زمنية للمعتقلين في سجن حماة المركزي لنقل بعضهم إلى سجن صيدنايا من أجل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. تعود قضية المعتقلين السياسيين في سجن حماة المركزي إلى دائرة الضوء مجددا، خصوصا مع قرب نقل العشرات منهم إلى سجن صيدنايا سيء الصيت. موقع زمان الوصل نقل عن مصدر خاص من داخل سجن حمات أن نظام الأسد أمهل المعتقلين 13 يوما لتسليم السجن ودخول عناصر الشرطة والأمن السياسي إليه لنقل بعض المعتقلين السياسيين إلى سجن صيدنايا وتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم.
المعلومات التي أوردها موقع زمان الوصل تزامنت مع استقدام النظام لعناصر من الشرطة وحفظ النظام والأمن السياسي إلى محيط وداخل مبنى الإدارة في السجن. موقع زمان الوصل نقل عن المصدر قوله إن ضباط أمن النظام نقلوا للمعتقلين عبر لجنة قابلتهم من الموقوفين القضائيين عزم قوات النظام الدخول إلى السجن والسيطرة عليه من الداخل، ونقل حوالي 23 معتقلا إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. تجهز الشبيحة لاقتحام سجن حماه المركزي. المحكومون بالإعدام ناشدوا المنظمات الدولية الحقوقية بضرورة التدخل لردع النظام عن تنفيذ مخططه والانتقام من معتقلي سجن حماه المركزي وإعدامهم في سجن صيدنايا. نظام الأسد كان أطلق سراح العشرات من معتقلي الرأي في سجن حماه المركزي خلال الأيام الماضية، حيث بلغ عددهم نحو 56 من أصل 106. تم الاتفاق على إطلاق سراحهم بعد إضراب المعتقلين في تشرين الثاني من العام الماضي. مع ذكرى سقوط أول قتيل في مهد الثورة درعا، ما تزال تتظاهر المدينة لإسقاط النظام، والثائرون يعودون للمسجد العمري. وفي الذكرى الثامنة للثورة السورية، كيف كان دور المرأة السورية وهل ما يزال السوريون ثابتون على عهدهم؟ مهد الثورة. في 18 من آذار 2011 شهدت مدينة درعا مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالأطفال المعتقلين لدى فرع الأمن السياسي التابع لنظام الأسد. نظام الأسد ومنذ الصرخة الأولى في وجهه لجأ إلى سلاحه المعتاد العنف، ليسقط أول قتيل بعمر الثورة محمود جوابرة. نظام الأسد حاول الالتفاف على المتظاهرين بإطلاقه للوعود دون الحلول، إلا أن رد المتظاهرين كان واضحا. أهالي درعا وبعد كسرهم حاجز الصمت بدأوا اعتصاما داخل الجامع العمري لتحقيق مطالبهم، إلا أن النظام القمعي اقتحم حرم الجامع وارتكب مجزرة بحق المعتصمين. دخول قوات النظام إلى درعا وقمعه المستمر زاد من أيقونات الثورة في درعا حمزة وهاجر أطفال الحرية. ومع دخول الثورة السورية مرحلة حمل السلاح، تمكن الأهالي من السيطرة على عدد من الأحياء والمدن داخل المحافظة. درعا وعقب سنوات من المعارك بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام وحلفائه كانت ضمن مناطق خفض التصعيد، وذلك عقب اتفاق أمريكي روسي أردني عام 2017. توالت الاتفاقات والمباحثات حول مصير محافظة درعا بين الدول الفاعلة في الملف السوري، وذلك حتى سقوطها بيد قوات النظام وبرعاية الروسية أواخر تموز 2018. استعادة نظام الأسد للمحافظة لم تنسي مهد الثورة سيرتها الأولى، ولم تمنع الأهالي من إعادة المظاهرات فيها، تأكيدا منهم بأن الثورة لم تنتهي بعد. طلعنا من محافظة الرقة أيام ما كانت داعش عنا، طلعنا على الريف الشمالي هون هربا من داعش، فاستقرينا بالريف الشمالي وبدأت حركتنا مع الثوار اللي موجودين هون. كنا ننسق لأعمال ثورية بالمنطقة، استهدفت كثورية استهدفت النساء اللي تعرضوا لضغوطات الحرب بشكل كبير، أسست بنية تحتية لكل النساء، يعني كانت ثورية ملجأ لكل امرأة من كل المحافظات. عملنا نحن تكتلات ضمن الريف الشمالي والشرقي، أسسنا نسقنا للاتحاد العام لنساء ريف حلب الشمالي والشرقي، انطلقنا بأعمال كثيرة، أسسنا معاهد تعليم وتدريب وتأهيل للنساء ضمن المنطقة. في عنا البنات اليافعات كان لهم دور كثير أن ينضموا معنا، نحن كنساء عشنا أيام الثورة وأجواء كاملة. وصلنا الرسالة وحاولنا مسيرة الثورة ما تنقطع بجيلنا وتنتهي، لا، الجيل اللي بعدنا لازم يعرف إيش هي الضغوطات اللي دفعتنا للقيام بالثورة، ليش نحن طلعنا بالثورة. كنا نوضح دائما لأولادنا
لمعارفنا لأصدقائنا حتى على مستوى واسع أكثر لكل المناطق اللي نحن فيها. كنا دائما نقول نحن ثورتنا ثورة كرامة، نحن ثورتنا ثورة عز. يعني أكيد لما طلعنا قصدنا شيء وبإذن الله رح نصل إله. يعني أكيد ما طلبنا شيء صعب، طلبنا أن تتحرر بلادنا من الظلم من العنصرية، طلبنا أن يكون نحن السوريين كلياتنا متواجدين بكل الأديان بكل الطوائف، ما طلبنا تكون سوريا مخصصة لعائلة واحدة وباقي السوريين لا ما لهم مكان في سوريا. فنحن اليوم رح نجدد عهدنا، رح نجدد بقائنا، نحن مع الثورة باقين مع الثورة لآخر يوم بعمرنا. احتفل أهالي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي بالذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية في مظاهرة شهدت العديد من الفعاليات الثورية. في الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية احتفل أهالي مدينة جرابلس والمهجرون إليها في مظاهرة حاشدة بمدرسة صادق هنداوي وسط المدينة برعاية المجلس المحلي. في الذكرى الثامنة للثورة السورية المباركة نجدد العهد على البقاء والثبات لإسقاط النظام المجرم وكل حلفائه وكل أعوانه، رغم كل الجراح، رغم كل المعتقلين، رغم كل المآسي، نحن مصرون، ثورتنا منتصرة إن شاء الله، ثورتنا مستمرة. شخصيات عدة في المعارضة السورية حضرت الاحتفال بالإضافة إلى قيادات في الجيش الوطني ومنظمات المجتمع المدني. تمر علينا الآن الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق ثورتنا، ثورة الحرية والكرامة. نحن بالجيش الوطني نعاهد الله ونعاهد شعبنا وأهلنا بأننا مستمرون حتى تحرير كامل التراب ورفع الظلم عن أهلنا جميعا في سوريا، أهل سوريا أهل الكرامة. تخلل الاحتفال عرض مسرحي للأطفال يجسد واقع الثورة والمعتقلين في سجون النظام على مدار السنوات الماضية. احتفلنا اليوم في مدينة جرابلس بالذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية الكبرى المباركة، وجددنا العهد بالاستمرار حتى تحرير كامل الأراضي السورية من النظام المجرم بشار الأسد وأذنابه الانفصالية والإرهابية. طبعا شارك في هذه الاحتفالية جميع الفعاليات من فصائل عسكرية جيش حر و عشرات المناطق في ريف إدلب وحلب خرجت في مظاهرات حاشدة في ذكرى انطلاق الثورة، مؤكدة على استمرارها والكفاح من أجل الحرية والكرامة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه، بأمان الله.